Prime Minister Theresa May, ladies and gentlemen, volumes about the type of relationship we have. عن أهمية العلاقة بين بلدينا، فهي عميقة وتاريخية، وهي عن قيم مشتركة وأخلاق مشتركة وتعاون استراتيجي. وعندما احتاج الأردن يد المساعدة، مدت المملكة المتحدة يد المساعدة بكرم في وقت تكون فيه تخوض معاركك الخاصة، ونحن ممتنون للغاية لما تقدمونه لأجل الأردن. دولة الرئيسة اليوم لم يكن أفضل، كان مميزا للغاية، وكان مليئا بالشهادات من الدول الشريكة عن الأردن وما تعامل معه الأردن خلال العقد الماضي من الأزمات التي تعامل معها الأردن. وعلى الرغم من ذلك تحملنا العبء والتكلفة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وكان شهادة المؤتمر اليوم عن التطور الأعمال والاستثمار والذين هم حاليا في الأردن، أو بما قاله شبابنا الطموح الريادي المبدع عن عملهم في الأردن من أجل الشباب وأمالهم من أجل المستقبل الأفضل، أو التصريحات المهمة التي أصدرت المنظمات المانحة وبالأخص صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وليس من ولم نعتد أن نسمع من البنك الدولي بأن بلدا معينا أنجز إجراءات ضريبية ومالية، وقد سمعنا هذه الشهادة من البنك الدولي حيث كانت معبرة، وقالوا نعم الأردن أتم جزءه وما توجه عليه فعله في الإصلاحات التي يتعاملون معها، ومصفوفة الإصلاحات التي أطلقناها كحكومة أردنية. وأقول أمامكم جميعا نحن ملتزمون تماما لتطبيق هذه المنظومة الجادة الحاسمة، ربما لأنها جيدة في الأردن لكنها أيضا جيدة للشباب وجيدة من أجل المستقبل. لذا هناك أخبار جيدة تأتينا اليوم، والإعلان منا جميعا كما أعتقد بأن فترة تخبطنا وكيف كنا نقول كيف نتعامل مع الأزمات أصبحت خلفنا، والآن نحن الآن ملتزمين بكيف نستغل فرص النمو والتعامل معه كفرصة يمكن أن توفره هذه الأرض وهذه المنطقة لنا. ومعا كشركاء أعتقد بأننا سنحدث فرقا وسنعيد الأمل للأجيال الشابة من الأردنيين والمنطقة، لأن الفرص هناك، الفرص ماثلة أمامنا، نحن نراها في السياحة، في الصحة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الصناعة والبناء قطاع الخدمات وكل الخدمات، ونراها أيضا ماثلة في الشباب ورغبتهم ليقودوا أو يعيشوا حياة صحية بخلال شراكة صحية مع العالم ومن أجل مصلحة هذا العالم. ونحن نقوم بعمل جيد لأنفسنا، لدولنا، لجوارنا، للاجئين، للشباب والشابات، وبعمل ذلك فإننا نقوم بعمل الخير، وهذا هو ما يميزنا ويميزنا في هذه الرحلة التي نخوض غمارها معا. نحن نقدر حقا كل ما قام، كل جهد بذله المشاركون في هذا المؤتمر وما أعلنوه بأن هنالك أمل، وسنستغل هذا الأمل وسنعمل معا لتحقيق ذلك. دولة الرئيسة تيريزا مي، أترك لك المنصة ونحن نتطلع لنسمع منك رأيك الحكيم في هذا الموضوع. شكرا لك.